انا شارك في استفتاء الدستور عشان كان اللجنة التأسيسية كانت مكونة من حزب واحد ورأي واحد، ما كانش فيه اختلاف في الآراء وما كانش فيه ناس مختلفة تقول رأيها في الدستور، والدستور ده فرق ما بين وطن واحد وناس من وطن واحد فرق ما بينهم وخلى فيه حرب ما بين الاتنين. انا لسه ما قريتش الدستور، فما ينفعش اقول اولا من غير ما اقراه. لو اقتنعت بيه هقول اه، لو اقتنعتش بيه هقول لا. هنزل يوم السبت وهقول اه، لان الدستور ما فيش حاجه اتضايقت منها، كان قناعي ده. هقول لا، عشان اولا في بعض المواد ملتفه وملتويه في القانون بالذات، لو كلمه اتشالت او اتحطت ممكن تقلب الدنيا وتبوظ المعاني كلها. وغير كده انا ما كنتش حاسه انه عمليه وضع الدستور كانت شرعيه قوي، مش حاسه ان هو حاجه يعني تقوم عليها البلد. صراحة أنا لغاية دلوقتي ما قررتش أنزل ولا لأ، علشان أنا لما قريت الدستور شفت قرارات، شفت إن هي يعني ممكن تبقى أه، وشفت قرارات ما اقتنعتش بيها خالص، بس هو أنا مش هقدر. بس أنا لسه لغاية دلوقتي ما قررتش أنا أنزل ولا لأ، هي دي الفكرة. هنزل وهقول أه، عشان أنا مقتنعة إن أنا ممكن أديله يعني سكند شانس، وحاسة إن الناس بتوع التأسيسية اشتغلوا، وشايفه ان هو يعني انا دلوقتي في البروسيس ان انا جبت الدستور اللي قبله وجبت الدستور المسوده اللي هي الجديده، وقاعده ببص على الماده ماده وقاعده بشوف اقارن بينهم. لو لقيت ان الدستور الجديد فيه ستيب 1 يعني فورورد يعني انا مستقره يعني ان شاء الله هقول اه يعني. بس انا بس بحاول اطلع انه فعلا في ستيب فورورد، بس انا عارفه ان في مواد اوريدي اتحسنت، بس عايزه اشوفها بعيني بس، فجبت الاثنين وهقول اه. يعني باذن الله هنزل. حاجه مهمه يعني بلدنا، فانصر ان انا هنزل. اوريدي بدات اقرا سو فار يعني اوكي، يعني فا اي ثينك ان انا ممكن اقول اه سو فار. يعني انا شايفه ان هو هم كاتبينه كويس، يعني ممكن يعني هيفيد البلد، بس ان احنا دلوقتي مش محتاجين ان احنا نوقف الدنيا. ما تصدقنا انها مش مشيت، مش محتاجين ان احنا نوقفها دلوقتي. ممكن بعد كده يبقى في تعديلات، ممكن بعد كده نعمل حاجات جديده، بس مش وقته ان احنا نوقف حاجه زي كده. يعني هنزل يوم السبت الاستفتاء وهقول لا، لانه الدستور حسيت الدستور بايظ خالص. في كام ماده كده، ماده 63 دي اللي انا فاكراها من يعني من احد المواد، انه ما بي يعني المفروض الفلاحين الارض اللي هم بيزرعوها وكده لازم تبقى بتاعتهم، يثبتوا انها بتاعتهم بورق ملكيه، يعني هم قاعدين بيزرعوا فيها طول عمرهم واخدينها من اهاليهم، وشويه ورق هو ده اللي هيثبت انه المفروض ان الارض دي بتاعتهم، بلس الضرايب اللي هتتفرض على العقارات. يعني العقار بتاعي ادفع عليه ضرايب ليه بتاعي اصلا؟ مثلا شايل المواد اللي بتقول انه قناه السويس ما تتاجرش، هو كده خلاص انت كده دخلت الاجانب تاني. يعني ايه واحد قناه السويس هو قاعد بيأجرها بيستنفع بيها؟ طب ما تستنفع بيها انت وتاكل الناس عماله بتنكش في الزباله عشان تطلع اكل. مثلا الماده اللي هي بيحرم فيها بيع اراضي الزينة، في ناس ماتت في 73 والنكسه كان ده عشان يحرروا الارض دي، انت جاي بكل بساطه جاي تاجرها وتبيع الارض، ده بقمار تاني يعني. برضه انت ممكن تستنفع بدل ما انت بتديها الناس تستنفع بيها والكلام ده كله. فدي ما بين دي المين حاجات المين اللي انا بسببها نازله اقول لا. انا نفسي مش هنزل الاستفتاء بتاع الدستور عشان انا مش عارفه ايه اللي بيحصل بالظبط، وبالنسبه لي انا مش فاهمه الموقف بالظبط، مش هنزل. انا نازل الاستفتاء ان شاء الله وهقول لا. هقول لا عشان انا كنت مع الاخوان من الاول وانتخبت مرسي، بس يعني اللي احنا وصلنا له ده مش شايف ان في نهضه خالص، وكان نفسي يبقى في نهضه والله. بس يعني سيبك من مرسي نفسه، الاخوان نفسهم اللي هم عملوه التصرف بتاعهم ده غير اخلاقي خالص، هم ينزلوا يقتلوا في بعض والمصريين يتقلبوا على بعض، ودي حاجات ما كنتش متصوره انها هتحصل خالص اساسا. بس كده هو ده السبب. انا مش هنزل الاستفتاء لان هي اكيد اكيد هتتزور كالعاده يعني، واللي عايز مرسي يمشي في الاخر. ما ينفعش يبقى الدستور بيدي صلاحيات مطلقه للرئيس الجمهوريه، هو ده اللي احنا عملناه الثوره قامت علشانه، ان كان الدستور الاولاني متفصل لشخص، بقى الدستور اللي بعد الثوره مفصل لفصيل من الناس هم الاخوان المسلمين وعلى راسهم رئيس الدوله. يعني هو راح يجي واحد غيره مكانه، نفس الفكر نفس المدرسه نفس
هي سياسة، هو مدرسة، مدرسة الإخوان، كلهم زي بعض بينفذوا نفس التفكير، بيفكروا نفس التفكير، بيتبعوا سياسة إن ولي الأمر قراراته تنفذ من غير تفكير ولا غير أي حاجة. تنزل واحد صاحبك أو أي حد من قرايبك بيموت وأنت بتكتب لا أو لا، حتى القضاء مش رايحين. أول حاجة إن الدستور اتعمل في ظروف غريبة جدا، يعني الموضوع كله مش مريح، اتعمل بسرعة جدا ما خدش حقه، ولما كانوا بيستفتوا على التأسيسية كانت بطريقة غريبة جدا، ما حسيتش إن معمول حاجة كويسة. هقرا كله عشان استفتي طبعا، لازم أقرا الدستور كله وأعرفه قبل ما أقراه ولا حاجة. كنت بفكر ولكن برضه مش عاجبني، لان التاسيسيه لا 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 هي بتمثلنا ولا اي حاجه، ولكن كنا نشوف ايه المواد اللي مش حلوه، وهو بيقول ان احنا كنا المفروض هنقعد القوه الثوريه يعني او القوه السياسيه هتنزل تتناقشوا في المواد اللي مش عاجبينهم ومش عارف ايه، ولكن بعد اللي حصل امبارح ده مفيش دستور ومفيش عيشه مفيش حاجه. اكيد يوم 15 هنزل اسهر علشان لازم رأيي بقى، يعني رأيي مهم، يعني أنا لازم أحط رأيي في اللي بيحصل وكده، يعني أنا شايف إن رأيي مهم حتى كان لو لأ أو نعم.